شكرا بزاف الله يعاون. المهم جينا نشوفو نادي نسيت راس بخنا كنتغداو ودابا مهم جدا وجودك في تفاصيلي يا عاشق يا المتابعين ديالي كنحماق عليكم الصراحه والله عليا الشرف الشرف بزاف كنعرف راسي راني غاديه في الطريق المستقيم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا ماري هاي اسمها معلي مكملاش هاي كمامه كيبقيتو لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه حسن كما العاده. اليوم مع فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا صراحه كيف ما غتكونوا شفتوا في الفيديو اللي قبل كان لانيفيرسير ديال بابا وصيفط له داكشي وجدتو له وجات على غفله. المهم داكشي دغيا وجدناه له جا على غفله ولقيتوني دابا كنت طالبه له واحد الكادو صراحه واحد الكادو مزيون مزيون بزاف هو يلاه جا مول الامانه. دابا عيطوا لي الطوموبيل ديال الامانه عيطت لي جبت له واحد الكادو طلبتو له غتشوفوه معايا قدامكم ان شاء الله. ايوا ودابا مشيت نجيبو انتما خليكم معايا طول هاد الامانه. السلام عليكم لقيتي مزيان هي يمكن يلاه بغيت نفهم سليم انت حمزه حيت انا كنعرف قاسم كان صيفط لي النمره ديالك كان صيفطها لي واه هو قاسم ما بقاش معانا كان معانا بشحال هادي ما بقاش في تازه ما بقاش خدام معانا يدير خصني النمره ديال قاسم نسميك السلام عليكم شكرا شكرا بزاف الله يعاون. كما كتشوفوا معايا ودابا خليكم حتى تشوفوها معايا ان شاء الله تنعطيوه الكادو ونشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون من كازا. مهم هذه جبتها انا مشيت تنجي انا كانوا قالوا لي غيصيفطوها ليوم شي انا نجيبها قلت لهم شوفوا انا كان ديجا تعاملت معاهم وكنعجبني السيرفيس ديالهم كنوصلوها لي حتى للدار ومسكين دابا عيط لي قال لي راني حدا دارك قلت له انا ما رانيش تما ولكن ماشي مشكله نجي عندك قال لي صافي اختي غير خليك في بلاصتك انا غادي انا غنجيبها لك حتى لعندك شكرا ليه بزاف مسكين عذبته حمزه. ايوا صافي هذا مكان ها هي لاكولي ديالي وصلات شنو في نظركم غادي يكون هنايا سسبنس. المهم خليكم معايا غنمشي نقضي واحد الغرض ومن بعد غادي نرجعو وغادي نعطيو الكادو مجموعين ونشوفو ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. هاد الفيديو جا مسروب على غفلة حيتاش ما كانش كيسحب لي غتوصل هاد النهار قالوا لي واحد دوجور. ايوا انا صراحة طلبتها نهار الجمعة ولكن الحاجة ملي كتكون ماما مجدرة شي غادي نزيدنا كنطلبتها نهار الجمعة والجمعة واقيلا الجمعة ولا الخميس والاثنين هما عاد دارو لا ليفغيزون اليوم الاربعاء. معرفتش نتوما امتى غتشوفوا هذا الفيديو حيتاش عندي بزاف ديال الفيديوهات قبل منه. المهم ما علينا نقدر نمونطيه ونحطو لكم معرفتش اين فيديو اللي غادي يسبق بلا ما نطول عليكم لا فيديو. هذا الشيء هذا انا ديجا كنت جبته وكنعجبني وكنعجبني كيف ما قلت لكم السيرفيس والتعامل ديالهم وديك الشيء كاليتي عندهم ولذلك قررت انني نجيب لبابا والصراحه ما جبتلوش غير لب وحده جبت لبابا وحكيم باش حتى حكيم ما يبقاش فيه الحال جبت ليهم بجوج حكيم خاها غادي نقول له ها انت الكادو ديال لانيفيرسير سبقتو قبل هو عنده حتى شهر 11 ولكن منين طلبت قالوا لي زعما بويسك نتيا زعما كليون ديالنا فيديل وديكشي داروا معايا واحد بيتي جيست فهمتي وعطاوني جوج دخلوا لي جوج في حاجه وصافي زدت غير شي حاجه قليله. ايوا هذا ما كان. المهم ها هي الامانه ديالي حتى نحلها ونقول لكم شنو هنايا وتشوفوا ونبارطاجي معكم ردة الفعل ديال بابا. السلام عليكم هيا حنان تسلم على المتابعين ديالك. السلام عليكم كيف الحال كيف نتوما مزيانين بخير كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي.
وخليكم دائما مع هاد الغزيوله هادي ودائما بالدعم ديالكم ودائما تكونوا معها حاضرين شجعوها باش تعطي المزيد من العطاء ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وتحيه لكم كاملين بكم واحد واحد. هاد النهاريه ديال تماره والله الا عرفتهم مشيت تخلص الدول ما كانوا مجموعين فيا ثلاثه الورقات مشيت خلصتهم حيدتهم عليا ودابا لقيتوني غادي نرجع للطبيب على حساب وجهي. انا لقيتوني دايره غير البافيط على حساب الحبوب ما عرفتش الصراحه واش كليت شي حاجه وشي اليرجي ولا مهم ما عرفتش بالضبط. انا نرجع نشوف حيت ما رجعتش الكونترول وصافي نمشيو عند نادين راها في لاكريش كتلعب عند القيده هي وسيدره نمشيو نشوفوهم ومن بعد عاد نرجعوا نعطيو لبابو حكيم هادشي ونشوفوا ردة الفعل ديالهم. يلا خليكم معايا ولا ما نطول عليكم لا فيديو مشينا حنان يلا تهلاو اي بينا باي تهلاو. او دابا كيف ما كتشوفوا معنا وصلنا لاكريش واخيرا هيا حنان تحياتي لكم. هيا لاكريش ومن اللي يعرفوها راه كاينه حدا الدياليز اللي كاين في قصوم الدح احسن كريش التعامل والتهليه الدراري الصغار كيشدوهم من الصباح حتى للسته ديال العشيه من 8 الصباح للسته ديال العشيه من 2 حتى للجمعه. سيدرا نوريكم بارطاجي معكم هادشي. كايدا حلي احنا جينا حلوا سراجمكم لالا العروسه جات. كاين شي حليب كاين شي تمر انا راه جايبه المتابعين معايا. انا شوفي انا جايبه المتابعين معايا. شوفي سيدرا شو كديري كلتينا يا اختي حافيك كلتينا عطينا لاكريش ديالك بالضبط صنتم الدح كنفاصل السونتر ديالي ديال سنهاجي صافي يلا باي باي. انتوما سيدرا ونادين احنا تايكو وانا كنلعبو جي نلعبو برافو ها هاي اسمها نلعبو يلا اش انا نبارطاجي معكم لاكريش شوفوا هادشي مزيون هنايا فين كيلعبوا الدراري الصغار وكاين المهم لاكريش كبيره بزاف كاين البيت البيوتيه كان زعما ماشي ليا ناس الوليدات. المهم هنايا كاينين هكا ليلي ها نتوما الوليدات هنايا ناعسين عامر تبارك الله. المهم هنا هما كيديروا كلشي كيقابلوا الوليدات من 8 الصباح حتى العشيه ليكوش ديالهم ماكله كلشي ديالهم كتهنا وتحطوا وليداتكم وتمشيو. كاينه هاد لا شومبر هادي حتى هي تبارك الله حتى هي فيها شجرنا وليدات ناعسين هما مغطين ناعسين لا يا حبيبي كيشوي دار عليك مامك سيدرا سيدرا عجبك الحال سيدرا عجبك الحال يلا اجي يلا اجي نخرجوا من هنا لا ما كيجبدوهمش انتوما فارماسيه دايره حتى الدوايات انا يا زعيم هذيك شي اسبانيالي سطواجي خاص مرحبا بكم وهنايا فين كياكلوا داكشي هنايا فين هاد المكتبه المهم جينا نشوفو نادين وسيدرا صدقنا كنتغداو قولا اش نتغداو معانا مرحبا بيكم قبولة ها قبولة قبولة بلا كريش كيديرو الغدا هنا كيصايبو كلشي شوفو انا شوفو بعيد عليكم Thank you.
انا داروا لنا واحد البريد ديال اتاي وقلت لها ضروري تشهي شي حاجه حلوه يوم شي باتيسري هنايا كيعجبني واحد الحليوه فحال الباتيسري هنايا في الجندار ديجا كنت بارطاجيتها معكم انا نديكم معايا سبحان الله واحد بقات لنا واحد الاغنيه وديك الاغنيه بقات لي في بالي كتقول مهم جدا وجودك في تفاصيلي يا عاشق مهم جدا عاشق ومواويلي سمعوا لا اسم عند الرجل جديد عاشق عاشق مهم جدا وجود ديالو في حياتي الله يخليه لك والله يحفظكم باقي امين اختي تنتي الله يخليك راجلك و امين ويخليكم دائما فرحانين وسعداء امين حبي هاك السعاده السعاده هانتوما هانتوما معايا يا المشاهدين هانتوما معايا كضحكني هذه الجمله كيقول اسماعيل بزاف انا كنجي معايا شي فيديو كيقول المشاهدين الكرام انا كبريت فوق واحد الدرجه ما هذا يا هذا صراحه النهار مزيان ولدي ما درناش هذا النهار هذا ما درنالوش كاع الحساب والحاجه واش ما كتكونش دايره الحساب كتجي انا بديتها من ديك لاكولي اللي جاتني من ديك لابوكس لدابا بلا حساب بلا والو طالع الفيديو هاي طالع النهار غزال ايوا دابا يا الحباب يا المشاهدين يا المتابعين ديالي كنحماق عليكم الصراحه والله عليا الشرف الشرف بزاف لديك الناس اللي كيخليو لي داك لي كومونتير مزيونين بحالهم كاع اللي كيخلي شي كومونتير زوين راه كيعبر على القلب ديالو كيفاش داير القلب الابيض والجود والكرم ايوا ويا انا مع الصنطه عامله انا ضروري انا كنخرج بلا صنطه دائما ايوا يا المشاهدين اللي كتخليو ديك الكومونتيرات الخايبين قبل ما
نهضر عليكم ماشي مشكل حتى نتوما مرحبا بكم. المهم انكم كتفرجوا فيا تو هي بعض المرات ضروري خصو يكونوا شدوا الانتقادات ضروري، ولكن فاش كنشوف هذوك ديزلايك وداك الانتقادات كنعرف راسي باللي الحمد لله ماشيه في الطريق الصحيح. سر النجاح كل ما كانوا عندي لي ديزلايك انا كنقول لكم من هنا، وكان عندي الناس كيهضروا في داري كيقطعوا فيا كيخليهم يقولوا فيا ويهضر هكا، كنعرف راسي راني غاديه في الطريق المستقيم طلع في الدرج. والله الا كان هذاك هو سر النجاح والتالق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باقي الله يسهل لك اختي، الله يبعد عليك الشر امين، باقي ان شاء الله نوصل ان شاء الله الى البدايه. الا كان عندي فيها الخير يا ربي مرحبا بها، ولا ما كانش فيها الخير الله يبعدها علينا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما عرفنا خير فين كاين. ايوا هذا ما كان يا المشاهدين عاش عندك اليوم المشاهدين مسكينه حنان معذبه زيد التليفون سامح لي حبيبه لاني جات معاك تعدي عامله حتك راه حال هزا كنصور. المهم احنا نمشيو باتيسري ما كاين علاش نصوركم تما، تنجيبوا الحلوى ونصور لكم هنايا، جيبوا غير شي حاجه نصوركم وعتكون نهاية. لا باقي نهاية تنضر تورينا شنو جات لك الكلية ديالك. باقي نحضر ان شاء الله الكادو مع بابا ان شاء الله. ايوا هذا ما كان، يلا تهلاو لي فراسكم وتهلاو في والديكم تهلاو، انا كنقول لكم من هذا المنبر اللي عنده والديه تهلا فيهم حد وحي، باش ما كان واخا غير بالكلمة الزوينة ماشي بالضروري ماديا راه غير معنويا. صراحة ديو الرضا ديو الرضا راه رضا الوالدين هو اللي واقف معنا. الله يسمحنا منه الصراحة، الله يسمحنا منه وشكرا لله. بعض المرات كنشغلو عليهم حيتاش مظلم في هاد الجهه. قلت لكم الله يسمحنا منهم ساكن، بعض المرات كنسهاو عليهم وما نكونوش معاهم دائما، ولكن كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسهل علينا ونعوضوهم شي حاجه اللي عاد تكون كبيره. انا الامنيه ديالي صراحه خليني نكمل الجمله المفيده واحد الامنيه حيت قد ما عملنا لهم قد ما شنو فرحناهم راه مستحيل نوصلوا لداك الشيء اللي عملوا معنا هما. راه اهم حاجه انهم جابونا الدنيا وكبرونا وسهروا علينا وتمروا علينا وتعذبوا علينا، حيدوها من نفسهم عطوها لينا حنايا. يعني حنا شنو ما عملنا راه مستحيل نوصلوهم، ولكن ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يفرحنا. انا بعدا عندي واحد الامنيه كما قالت لك اسمها عين والله ما تقوليهاش انا عارف شنو غتقول انت هنا، وهذيك اصلا كنقولها دائما يعني خصني نوصل يا ربي، كنقول يا ربي تسهل عليا وتخليني نوصل، بغيت نحققها لهم ان شاء الله يا ربي. وربي ولا كان كما قالت سمعان عندي خير في شي حوايج يجوني غيكونوا هما اول ناس اول ناس اللي غادي يفرحوا غنفرحوا ان شاء الله. وهما راه كيفرحوا ماشي بالضروره كما قلت لكم ماديا معنويا، ولا كانت شي حاجه بسيطه كيفرحوا بها. انا كنشوف ماما الا عطيتها شي حاجه غير بسيطه الا دارت معها غير شي جيستيس صغير ولا جبت لها غير صنداله ديال ميكا كتفرح بها صراحه. الامنيه ديالي اللي عندي صراحه ما كرهش انني نحققها لهم هي انني صيفطهم يديروا بيان سور الحج ماش نقدر عليه في هذه الساعه، الامكانيات ما كتسمحش، ولاني عمره ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليا وعليهم وتكتب لهم يمشيوا بجوج بهم ماما وبابا ان شاء الله صيفطوا يديروا عمره، حتى عمره كتحسب مهم حتى هي راه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وغير تمشي هاد كورونا ويحلوا علينا هذا الشيء غتكون هذيك هي المفاجاه ديالهم باذن الله ان شاء الله. وهذا ما كان ويلا انا وصلت وصلت الباتيسري شنو سميتها بنادريه انا راني تعلمت الهضره ديالي باش نقول لكم صافي يلا نديكم معايا تهلا السلام. هذا الفيديو عجبني ديري لي عفاك هاد المحمرين هادو راه بحال هكا هادو انا غادي نطيحي بوحدي. شنو زيدو حنان؟ شنو زيدو؟ هنايا باقي ديال اللوز عطيني ثلاثة الميفايات. هاي اسمهن معلم مكملش هاي كمامة هاي غتحل اتاي مشي مشي كويس ديال اتاي الشيبة برافو برافو شنو شنو برافو برافو برافو
الناس ديال اتاي مشحر وضوقوا اتاي هي اللي ردوا عليا خويا الحلويات ايوا ها انتم ها الجلسه ديالنا غزاله يا اختي والسر مورانا يلا تهلاو كلهم باي 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 ما عاد فراني انا مغيبه سمعي كنظهر سدك التلفزيون كطيحات واحد الكره ضربت قلت كنلعب الكره ضربت وجاني هي قلت لها هاد التلفازه عندها خاصه زعيمه قلت لها دقها وهي باغا طحش وهي كانت تحصل لها ولا حصلت ولا شي عيل من هادو اللي طيح ضربه يلا تهلاو تتشوف زعيمة هذا الفيديو هنايا غنعرفوا واش تفرجت مثل التالي ولا لا ما نقولوا لهاش كنتفرجت هو يلا كنتفرجت انت ويا قلت داكشي شي دابا زيد حدايا مشي راه فين ندير ليه هنايا اجي منا منا فين شي بان زيد مرحبا بي شوفوا الصومبريسه اللي عمل سماهن الحكيم ومطاها قطع بابا قطع انا قطع عليك لا غير خليني نمشي باش ديكون سسبنس ناخذ الكادو ديالك حيد يدك حيد الحكيم خليه ديالي اه الله ما بدنا ما دمنا ما دمناش الكادو I've been looking for answers something more holding the past in my hands كرت ناس مزيونين الحكيم انت في السميه هذه ديال الحكيم هذه محمد محمد غربي لا حكيم هي حكيم اه حكيم هاي قديش نيه ومحمد حكيم ها هو بسم الله يلا شي كريم ولا حتى تشوفوا بعدا ويشوف ردت الفعل هكا ديالك شكرا شكرا الله يعطيك الخير شكرا اوه حكيم وريني الشكل كامل كيفاش كيجي شنو مكتوب هنايا ها هاك قرا لي شي زعما ما كتباليش الكاميرا مزيان دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي اخي الغالي ها اخو الغالي ديال الجد شكرا شكرا اسي محمد الجد البريق الجد ديال البريق الجد البريق اه شكرا زوينه يا عمي محمد ها هو الاسم ديالك وهذه الكلمه المعبره اللي كتبت لك شنو اسمها جيب قفص شكرا شكرا سمي لي سمي لي شكرا بصحتك هاي محمد كيفاش تشوفوا شنو مكتوب هنايا شنو مكتوب عام؟ شكرا لك شكرا شنو مكتوب تما عمي محمد؟ شنو مكتوب تما؟ يا واش باش نعرفوا؟ دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي ابي الغالي بصحتك عمي محمد يعطيك الصحة 14 جون 2021 قلع لي نهار ديال عيد الحب هاكا ايوا الصحة والراحة يلا عمرو له دابا عمرو داك البسطام قول تعمرو لك زعما دابا باش غتكمل كارتيرا غتكمل عجباتو الهضره شحال هذه قالت يرضي عليك باش عمر عاد يكمل الجد بري مزيان الجد زبري مزيان انا نحولو داكشي اللي في البسطام نحولو فيه واعر حاول راحه لا داك الصحه شكرا كادو كي جاك مزيان الله يخليك حاول راحة انت حكيم كاين عجبك بزاف باينة عليك لا بقوة عجبو تصدم معرفتش شنو غيعبر لا زلا راحة زوين والله هو داك النهار عجبو خلي يجيبي لي بحالو انا شكرا